تعرفنا على نيسان 360 كأجواء عامة، الحدث كله هلا صار وقت التجارب. أنا شخصيا رح أجرب سيارتين، رح أجرب النيسان جوك آر اللي هي أسرع سيارة أنتجتها نيسان اليوم لحد هلا بالتعاون مع شركة خاصة بس برعاية نيسان، وكمان الليف نسمه آر سي. رح نشوف الباقيين بأكشن، بس أنا هول سيارتين الوحيدين اللي بعتبر إنه إتسويرت إنه تشوفوهم بموتور شو كتست درايف فعلي وتسمعوا أصواتهم. عنا 130 سيارة عم فيها نشوفهم كلهم، بس بدنا نعيشكم أجواء هالسيارتين. خلينا نبلش مع الجوك آر اللي هي جوك بس فيها كل الكومبوننت، الترانسميشن، الانجن، الجير بوكس، كل شيء تبع جي تي آر جودزيلا ذا بيست من 0 ل 100 أقل من 3 ثواني. ليتس جو. Second gear, احضر على السلالوم.